مواقف الرئيس عون في نيويورك سواء على منبر الأمم المتحدة أو بمقابلات صحفية استحوذ على اهتمام الصحف اليوم دكتور علوش، وأيضا يعني ربطته بشكل أو بآخر باللقاء يلي انعقد بين الوزير باسيل والوزير المعلم بطلب من الوزير جبران باسيل. روزانا أبو منصف اليوم بجريدة النهار كتبت أنه يلي جرى أو هذا المشهد ترك انطباع أنه كلا من الأفرقاء السياسيين فاتح على حسابه ويطبق سياسة خارجية خاصة به دون حد أدنى من إمكان الاجتماع للحوار ووضع الموضوع على الطاولة، وسألت سياسة الحكومة الخارجية من يضعها؟ هل وزير الخارجية أم الحكومة مجتمعة؟ لا بالتأكيد الحكومة اللي بتضع السياسة الخارجية. أصلا صحيح كل وزير هو وزير بوزارته، لكن عمليا حتى بهالخصوص هيدا السياسات العامة للحكومة بتقررها الحكومة مجتمعة ويوكل الوزير بتنفيذها، نعم. ما عدا القضايا الإدارية اللي الدستور بنص عليها بهالخصوص. بأي خانة إذا انعقد اللقاء بنيويورك؟ سياسي ينتمي إلى التيار الوطني الحر، نعم. وله موقف خاص بهالخصوص هيدا، لا يمثل الحكومة. لا يمثل الحكومة؟ لا يمثل الحكومة بهالموقف هذا على الأقل. هل يعني من خلاله عم يجرب يستلحق الوزراء يلي راحوا إلى دمشق؟ لا. أم يرسي واقع جديد أو أمر واقع جديد بالمرحلة المقبلة تطبيع مع النظام السوري؟ أول شيء خليني أقول لك شغلة، الاجتماع مع فاقدي الشرف لا يزيد الإنسان شرف، يعني هذا النظام القتل والإرهاب، نظام بشار الأسد وليد المعلم وغيره اللي هن دمروا سوريا، اللي هن قتلوا مئات آلاف السوريين وأنهوا أو شالوا سوريا من الخارطة السياسية، لا يزيد الإنسان شرف إذا راح حدا اجتمعهم، بالعكس بيفقد شرفه بيفقد إنسانيته بيفقد مصداقيته. هذا أول شيء، خلينا نبلش. طيب رد على هاي النقطة أنه هذا النظام عم بيجتمعوا فيه كل العالم، يعني كيف الأمم المتحدة، هلأ الأردن عم يجرب ترجع تفتح على سوريا، ماشي الحال، يستفلوا، يعني في أمر واقع بنهاية. خلينا نرجع للشغلة الأساسية، كل الحديث والبروباغندا أنه كل العالم عم يفتح موعدة حقيقة كذبة كبيرة، ما في غير فرقة الممانعة هي اللي عم تقولها، لكن عمليا على الأرض ما في شيء. يعني من جزء من التسوية المرتقبة بسوريا؟ ما بعرف شو هي جزء، كيف التسوية؟ مبين ملامح مناطق تهدئة التوتر، عظيم. مناطق نفوذ معينة. خلينا ننطر لنشوف كيف رح تكون الحل بسوريا وبعدين نحكي بالموضوع. أما هلأ استباق الأمور والذهاب إلى إطفاء شرعية على شيء غير شرعي ما بيزيد شيء، ما بيغير شيء. يعني إذا اجتمع وزير خارجيتنا مع وزير خارجية نظام بشار الأسد، هذا يعني لبنان ما بيطفي شرعية على بلد، يعني ما حدا يلعب لي بهالقصة هيدي. الشغلة الثانية أنا بأكد هلأ وقلتها قبل، منظومة الممانعة لا تأخذ إلا رهائن، وأي واحد رهائن، يعني ما في شيء اسمه أصدقاء الممانعة أو رفاق الممانعة أو تكتل حلف الممانعة، ما في شيء منه هيدا. في رهائن لدى الممانعة، ما بعرف شو اللي عم يخلي من يجتمع مع هيدي المنظومة يخليهم ممسوكين بمكان ما، في شيء ممسوكين فيه، ممسوكين بالعكس فيه. يدينون لحلفائهم يدينون بوصولهم بأنه تمسكوا بدعمه للرئاسة، إذا عم تقصد رئيس الجمهورية. أكثر من هيك، لو لتمسك حزب الله ممسوكين بمزلة، هناك مزلة ممسوكين. وين عم فيها؟ بتشوف المزلة دكتور علوش؟ لا يمكن، خلي أقول لك، تاريخ هيدي المنظومة من أيام حافظ الأسد دائما مبني على بمسك ملف ببتز فيه، في ملف يبتزون فيه، وإلا ليش؟ طيب خلينا أقول هلأ يمكن بينت الأمور، ليش بالأول بقينا معهم؟ كيف بوضع نظام من هالنوع هيدا فقد كل شرعيته بفترة سنوات طويلة وبقينا معه؟ لأنه عمليا هناك ابتزاز بهالخصوص هيدا. خليني أقول
ما بعرف شو الملف هو بالذات اللي يبتزون فيه، بس اكيد ماسكين عليهم ملفات بيبتزون فيها. ما حققه التيار الوطني الحر بحلفه مع حزب الله بالسنوات الماضيه ولا مكون مسيحي قدر يعمله دكتور علوش، يلي حضرتك عم تعتبر انه ماسكين عليهم ملف، شو هو اللي هن بيعتبروا انه حققوا الشعارات يلي كانوا عم بيطالبوا فيها، المسيح الاكثر تمثيلا صار بالقصر الجمهوري، المنزوق الوزارات الرئيسيه بايديهم. رولا اذا كان هيك لازم كمان يدينوا بالولاء او على الاقل بعرفان الجميل لسمير جعجع، لازم يدينوا ايضا بعرفان الجميل لسعد الحريري. بالنهايه لو للمصالحه اللي حصلت ما كان هالشيء صار، ولو ما ذهب سعد الحريري الى تسويه مع الرئيس ميشيل عون كمان ما حصل هالشيء. هذا عمليا القوة الهدامة والقوة السلبية اللي أدت إلى عدم انتخاب الرئيس هي قوة حزب الله، عدم انتخاب الرئيس، لكن القوة الإيجابية اللي أدت إلى انتخاب الرئيس هي سمير جعجع وسعد الحريري. بس يقول رئيس الجمهورية ومثل ما كتبت اليوم الأخبار، أعاد تصويب عمل السياسة الخارجية عبر التوضيح للمجتمع الدولي أنه السلاح بلبنان سلاح حزب الله سببه العدو الإسرائيلي اللي ما بتردعه القرارات الدولية وما بينتهي غير ما تنحل أزمة المنطقة. كيف يعني هذا الكلام يلتقي مع موقف لبنان يلي بده يكون أنه محيد نفسه نوعا ما، ينقى بنفسه عن التطورات بالمنطقة؟ شغلة هذا يتناقض مع موقف، مع أنه رجع صار في تفسير اقتطع من كلامه ولم يكن كذلك بالتأكيد. بالوقت اللي حزب الله هو منظمة مصنفة إرهابية عند أجزاء كبرى من العالم، نحن عم نروح بهالاتجاه هذا. طيب بأي خانة بينحط حزب الله باليمن؟ بأي خانة بنحط حزب الله بالبحرين؟ بأي خانة بنحط حزب الله بالعراق؟ بأي خانة بنحط حزب الله بسوريا؟ إذا كان هيدا الكلام صحيح، وأنا طبعا أشك فيه، لأنه عمليا مثل منا شايفين أنه الضربات الإسرائيلية المتكررة عم تصير بمحيط دمشق، ما عم بصير في رد عليها، وحزب الله لا يتحرك بأي شيء، لأنه عمليا حزب الله آخر شيء بده إياه أنه يصير في مواجهة مع إسرائيل. وإذا كان آخر شيء بده يا حزب الله المواجهة مع إسرائيل، إذا المواجهة مع إسرائيل منها بوارد حزب الله. كان في انطباع أنه العالم بس يتطلع على حزب الله وخاصة عند الأوروبيين بميز بين جناحه اللبناني وجناحه الإقليمي. ما بعرف شو هو أصلا يعني حزب الله جناحه اللبناني السياسي يلي هو دايما كان بكرره الأمين العام للحزب أنه نحن مشكلنا برات لبنان، خليها برات لبنان وبلبنان كلنا سواسية. هيدا يعني جزء من التقييم. تغيرت النظرة للحزب؟ لا ما بعرف، بخلينا هن يقولوا، أنا ما بدي أقول عنهم شو بدهم يقولوا. لكن بالنهاية أول شيء الكلام اللي بسمعه على التلفزيونات وبيطلع أمين عام حزب الله يقوله مش بالضرورة أنه يكون كلياته حقيقة يقصد فيما يقوله. أوكي؟ أو على الأقل دقيق هذا الكلام، خلينا نخفف اللهجة لأنه فيني أقول أكثر من هيك، جزء من التقية. لكن بدنا نرجع للشغلة الأساسية، حزب الله يسخر عندما يقولوا أن هناك جناح إقليمي وجناح عسكري وجناح سياسي، هو جزء من كل. وعمليا البيان التأسيسي لحزب الله يقول نحن أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران. عمليا هو حزب إقليمي، هو ميليشيا إقليمية تأتمر بأوامر الحرس الثوري، وهن بيقولوا عن نفسهم هيك يعني. وبعده قاعد على طاولة مجلس الوزراء، وحتى الأسبوع الماضي كان يقال أنه ربما قد يتشهد المرحلة المقبلة لقاء بين الرئيس الحريري والأمين العام للحزب لتتويج الجو التسويوي اللي نشأ بعد انتخاب يعني الرئيس عون. كلامك لا يوحي بذلك. ماشي، بتمنى أنه هالشيء لن يحصل، لأنه عمليا هذا لن يزيد إلا تدهور برصيدنا كتيار المستقبل بهالحاله هيدي، وما بعتقد هالشيء رح يحصل. رضوان عقيل اليوم بيقول بالنهار يلي صار بنيويورك خرق التفاهم بين المستقبل والتيار الوطني الحر يلي بدا باتفاق على دعم الرئيس عون للرئاسه وتحييد المواد الخلافيه بينهم ومنهم العلاقه مع النظام السوري وزيارات دمشق، ولكن المستقبل
ما راح يدخل يعني ما راح ما بده مشكلة جديدة تضاف إلى طاولة مجلس الوزراء، ما راح يصير الموضوع. إذا وضعت القضية بمجلس الوزراء معناتها نوع من إعطاء اعتبار لهذا اللقاء غير الرسمي، هذا لقاء أصدقاء بين بعضهم حلفاء بالدم السوري، خليهم أن يلتقوا بعضهم بهالخصوص هيدا. أما إذا ذهبت القضية إلى مجلس الوزراء معناتها أطفي على هالقضية الشخصية طابع رسمي. أنا برأيي رئيس الحريري بغنى عنه. موضوع أخير بهالمحور، لأنه بدي خصص المحور الثالث لطرابلس وإعلانها على العاصمة الاقتصادية، موضوع الانتخابات ما في أمرق عليه هيك بشكل سريع، لأنه كمان عم نقرب من موعد الانتخابات. الانتخابات الفرعية كما يبدو ما رح تصير، ف يعني استعدادات تيار المستقبل بطرابلس للانتخابات العامة جارية انطلقت؟ عمليا أي سياسي بيكون عم يشتغل على مدى السنوات بغض النظر إذا كان عم يعد العدة اللوجستية للانتخابات أو لا، المواقف السياسية اللي بتقرر هالشي هذا. لقلك أنه عنا استعداد كافي بهاللحظة هيدي، بأكد لك أنه لا، لأنه عمليا هناك الكثير من الأمور اللي بحاجة لتوضيح أو على الأقل انتظار نتائجها حتى تشعر الناس أنه الخيارات اللي أخذناها هي خيارات مفيدة. لمصلحة الناس. يعني لقاء مثل اللقاء بين جبران باسيل ووليد المعلم بيعطي انطباع سلبي بهالاتجاه هذا. طيب بالنسبة للتحالفات بالعام 2005 و2009 تيار المستقبل خاض الانتخابات بالتحالف مع القوات اللبنانية، اليوم الأمر قد يختلف؟ يعني في حكي كتير انه تيار الوطن الحر بمحل معين رح يكون اقرب من القوات اللبنانية. انا بقول لك انه نحن كمجلس مكتب سياسي اجتمعنا وقررنا انه الامور اللي لها علاقة بالتحالفات تدل بايد الرئيس ويتم نقاشها بعدها بمجلس بالمكتب السياسي. نعم. لا يمكن الحكم على اي شيء بهاللحظة هيدي، الامور بتبدل وتغير طبعا لموازين القوى الاقليميه. لا ما يعني في امور عم تتطور على الاقل خلال الشهرين ثلاثه الماضيين وبالاخص بهالفتره هيدي، قد تعيد عقارب الساعه الى الوراء. باي معنى؟ بمعنى 8 و14 بهالمعنى هيدا، بالاصطفافات قد تعيدها. خليني اقول ماني عارف بهاللحظه هيدي، يمكن تلاقي ناس طلعوا برات المعادلة نهائيا، يمكن ناس فاتوا على المعادلة من جديد. لهيك أنا ما بقدر أحكم بهاللحظة هيدي كيف لح تكون التحالفات. الشغلة الثانية رولا، أنه طبيعة القانون، قانون الانتخابات بتخلي قدرة الناس أنها تتحالف مع بعضها كتيارات سياسية أقل، قليلة. لأنه بتحول المعركة إلى داخل اللايحة نفسها يعني. صحيح. فلهيك عمليا انا ما طبعا كل منطقه لها طابع الخاص. يعني طرابلس معركتها غير معركه الدوائر الاربعه بالشمال. المعارك الرئاسيه هذيك ابعد من النيابه. ماشي. عندك كل في محلات رح تنخاض معارك شخصيه، في محلات رح تنخاض معارك حزبيه، في محلات رح تكون في تحالفات خارج الطبيعه لأنه عمليا حجم القوى بيكون مختلف. لهيك بأكد لك أنه لا يمكن الحكم بهاللحظة هيدي على كيفية الخارطة التحالفات اللي قد تحصل خلال الانتخابات الجاية إذا حصلت، إذا جرت الانتخابات. يا ريت معنا وقت أطول كنت بهذا المحور، بس هيك بشكل سريع، دعوة الرئيس بري لتقريب موعد الانتخابات، هل هو رد تحدي للتيار الوطني الحر برأيك، أو سعي لقطف ثمار ما يعتبره محور الممانعة انتصار تحقق بعد معارك الجرود؟ يعني كل يعني شيء من كل اللي قلتيه وقد يضاف إليه أشياء أخرى. خلينا الرئيس نبيه بري هو قال قبل أنه نحن فينا نجتمع ونقصر فترة المجلس، يعني حتى قبل. أنت مع هذا الأمر؟ إذا ما في أسباب لوجستية
واضحة المعالم ودقيقة يعني حقه الرئيس نبيه بري يطالب بهالشيء هيدا ويبعثوا بالطرق القانونية، وإذا نال الأكثرية غصبا عنا كلتنا سوا بنروح على الانتخابات، لكن عمليا يتداخل مع هالشيء مع المزايدات بالديمقراطية اللي عم نحكي فيها هلا. هو رغبة القوى السياسية أيضا اللي هي بتألف مجلس النواب ومجلس الوزراء بهاللحظة هذه. فاصل قصير، بعده مباشرة طرابلس العاصمة الاقتصادية.